بيبدأ الفيلم بباركر وهي في مهمة سرية للقوات الخاصة، وبتكون باركر وفريقها منتحلين صفة جنود من الإغاثة الدولية، وده علشان يقبضوا على العصابة لتهريب الأسلحة. وبيظهر إن المجرمين اكتشفوا حقيقة باركر وفريقها، وعلشان كده بيطردوهم وبيكونوا عاوزين يقتلوهم. وبيكون في اتنين من زمايل باركر بيراقبوا اللي بيحصل من بعيد، وبيستخدم واحد منهم بندقية القنص وبيقدر يقتل سواق عربية من عربيات المجرمين، وساعتها بتتقلب العربية باللي فيها، وبتكمل العربية التانية مطاردة باركر وزميلها، وبيضربوا قذيفة على العربية اللي هما فيها، وبتتقلب العربية وزميل باركر بيموت، ولكن هي بتكون سليمة، وبتهجم على المجرمين وبتشتبك معاهم وبتقدر ان هي تتخلص منهم. وبعدها بينضم ليها زمايلها وبيقدروا يقبضوا على باقي المجرمين، ولكن واحد من زمايل باركر بيمسك مسدسه علشان يقتل المجرمين اللي هما قبضوا عليهم، فبتتعصب باركر وبتهجم عليه وبتمنعه، وبتدور بينهم خناقة جامدة، ولكن بيجي زميل باركر اللي اسمه سبايدر وبيبعدهم عن بعض. وبعدها باركر بتكون مع سبايدر في العربية وبينصحها ان هي تكون اهدى من كده، وبيعرفها ان زميلهم قدم فيها شكوى وطلب نقلها من الوحدة. وبنعرف هنا ان سبايدر متخصص في اختراق الانظمة الالكترونية، وان هو قدر يخترق كمبيوتر زميلهم ده وعلشان كده عرف بالشكوى. وبعدها بتيجي مكالمة لباركر من رئيس مركز الشرطة اللي بيكون اسمه جيس، ولما بيسألها سبايدر عنه بتقوله ان جيس يبقى زميلها من ايام الجامعة. وبتنصدم باركر لما بتعرف من جيس ان ابوها مات، وده لان سقف المنجم بتاعه انهار عليه، فبتحزن باركر على موت ابوها وبترجع على قريتها بسرعة. واول ما بتوصل هناك بتروح لجيس علشان تعرف منه ايه اللي حصل، فبيديها جيس جواب هم لقوه على مكتب ابوها. وبتستغرب باركر لما بتلاقي جيس محتفظ بالجواب كدليل، وده لان هو شكك ان ابوها انتحر، لان الجواب مكتوب فيه رسالة وداع لبنته. فبتفهمه باركر ان هي وابوها متعودين ان هم يبعتوا رسائل لبعض بالطريقة دي، وان ده مش دليل كافي ان ابوها موت نفسه. وبيظهر ان جيس متعاطف مع باركر وبيعرض عليها ان هو يوصلها للبيت وهي بتوافق. واثناء ما هم في الطريق بتقول باركر لجيس ان هي عايزة تبيع الحانة بتاعت ابوها، فبيستغرب جيس من كلامها، خصوصا ان ابوها عامل الحانة مخصوص علشانها هي. فبتقول له باركر ان هي عارفة كده كويس، ولكنها مش هتقدر تعيش في القرية من غير ابوها. ولما بيوصلوا للبيت جيس بيودع باركر وبيوصيها ان هي تتصل بيه لو احتاجت اي حاجة. وقبل ما تدخل البيت بتدخل باركر للحانة وبتستعيد ذكرياتها مع ابوها، وفجأة بتشوف عربية بتقف قدام الحانة وبينزل منها شخص مجهول وبيدخل الحانة، فبتستخبى باركر منه. واول ما الشخص ده بيقرب بتهجم عليه وبتوقعه على الارض، وبتتفاجئ باركر ان الشخص ده يبقى مايك مدير الحانة. وبعدها مايك بيواسي باركر وبيقول لها ان ابوها كان فخور بيها جدا، فبتسأله باركر عن اللي حصل لابوها، فبيقول لها ان هو اللي لقى ابوها في المنجم بعد ما الصخور وقعت عليه. فبتاخده باركر وبيروحوا على المنجم علشان تشوف المكان اللي ابوها مات فيه، وهناك مايك بيقول لباركر ان ابوها في الفترة الاخيرة كان بيقضي اغلب وقته في المنجم. وساعتها باركر بتفتكر ذكرى ليها مع ابوها، ووقتها باركر بتكون مع ابوها في المنجم وبتفرح لما ابوها بيديها الخنجر اللي هو ورثه عن ابوه. وبتفوق باركر من ذكرياتها على صوت مايك وهو بيقول لها ان هما وصلوا للمكان اللي هو لقى فيه ابوها. وبيكون مايك مستغرب لان هو مش عارف سبب انهيار الصخور، فبتقرب باركر من مكان الانهيار وبتمسك صخرة وبتلاحظ ان عليها اثار معينة، وساعتها بتقول لمايك ان المنجم ده اتعرض للانهيار بسبب انفجار قنبلة يدوية. وبتخرج باركر من المنجم وبتروح تجيب قنبلة يدوية وبتفجرها في مكان معين، وبعد الانفجار بتمسك صخرة وبتقارنها بالصخرة اللي هي لقيتها في المنجم، وبتقول لمايك ان الصخرتين عليهم نفس اثار الانفجار، وده معناه ان تخمينها كان صح وان المنجم انفجر بسبب قنبلة يدوية. وبما ان ابوها كان ضابط سابق في القوات الخاصة فمستحيل ان هو يكون اخطأ والقنبلة انفجرت منه بالغلط. وهنا بتبدأ باركر تشك ان ابوها اتقتل، وبعدها بيروحوا الحانة سوا، وهناك مايك بيقول لباركر ان في عصابة اجرامية نفذت عمليات سطو مسلحة على اماكن كتير في القرية، وان هم هجموا على الحانة قبل كده وابوها هو اللي قاومهم، ويمكن تكون العصابة دي ليها يد في موت ابوها. فبتتوتر باركر وبتقوم علشان تجيب حاجة تشربها، ووقتها بيوصل الفيز اخو جيس للحانة وبيرحب بباركر بطريقة مستفزة. وبنعرف هنا ان باركر ما بتحبش الفيز من زمان، وده لان هو طول عمره كان بيضايقها وعاوز يقرب منها باي طريقة، ولما بيحاول الفيز يحط ايده عليها بتمسك صباعه وبتكسره، وبتعرفه ان هو لو حط ايده عليها تاني هتقتله. وبعدها بتخرج باركر ومايك من الحانة، وبتلاحظ باركر ان في عربية شكلها غريب واقفة قدام الحانة، فبتقرب منها وبتكتشف ان جواها اسلحة، فبت
بتركب باركر عربية مايك وبتفضل تراقب العربية اللي فيها الأسلحة. وبعد شوية وقت بيخرج من الحانة مجموعة من الأشخاص وبيركبوا العربية وبيمشوا. فبتطلب باركر من مايك إن هو يمشي وراهم، وبتقوله إن هي متأكدة إن العربية دي مسروقة، وبتعرفه بالأسلحة اللي هي شافتها جواها. فبيفضلوا ماشيين ورا العربية لحد ما بيوصلوا للمكان اللي وقفت فيه العربية. فبتطلب باركر من مايك إن هو يستناها لحد ما ترجع. وبتنزل باركر من العربية وبتتسلل جوا المكان، وبتلاقي إن أفراد العصابة بيهددوا صاحب محل كبير. فبتهجم عليهم باركر وبتشتبك معاهم في قتال قوي، وبتقدر تتخلص منهم كلهم. وساعتها بتلاقي ساعة فرانك صاحب أبوها في إيد واحد من أفراد العصابة. فبتاخد باركر الساعة وبتروح تديها لفرانك، وبتعرف منه إن العصابة هجمت على بيته وسرقوا منه حاجات كتير من ضمنها الساعة. وبيشكرها فرانك علشان رجعت له الساعة، وبيعزيها في موت أبوها وبيقول لها إن هو حزين جدا على فراقه. وتاني يوم باركر بتصلح عربية أبوها وبتكون ناوية تجربها، لكن بيحصل وقتها انفجار كبير ورا الجبل. فبتروح باركر علشان تعرف إيه سبب الانفجار ده، وبتستغرب لما بتشوف ألفيز وهو بيجرب قاذف صواريخ، وده لأن الأسلحة اللي زي دي مخصصة للقوات المسلحة مش للمدنيين. وبالليل بترجع باركر على البيت وبتدور في حاجات أبوها، وبتلاقي ورقة مكتوب فيها إيميل. فبتتصل بسبايدر وبتطلب منه يدور ورا الإيميل ده، وبتعرف باركر من سبايدر إن الإيميل ده عليه تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمنجم. فبتطلب منه باركر إن هو يراجع تسجيل الكاميرات يوم وفاة أبوها. وبتتفاجئ لما سبايدر بيقول لها إن في عربية كانت واقفة قدام المنجم، ومن خلال مواصفات العربية بتعرف باركر إن العربية دي تبقى عربية ألفيز. فبتطلب من سبايدر إن هو يبحث عنه، وبيفاجئها سبايدر وبيقول لها إن ألفيز بيتاجر في السلاح. فبتتأكد هنا باركر إن ألفيز ليه علاقة بموت أبوها. وتاني يوم بتقرر إن هي تراقب كل تحركات ألفيز، وبتشوفه هو رايح لمخزن أسلحة تبع الجيش. ووقتها سبايدر بيتصل بيها وبيعرفها إن ألفيز هيعمل صفقة أسلحة في بيته. فبتتحرك باركر بسرعة على بيته، وهي في الطريق بتبدأ تربط الأمور ببعضها، خصوصا وإن أبو ألفيز اللي اسمه سوان يبقى عضو في مجلس الشيوخ، وده معناه إن ألفيز بيستغل حصانة أبوه وبيتاجر في السلاح. فبتتسلل باركر لبيت ألفيز وبتشوفه هو مع تاجر الأسلحة، وبيكون في كميات سلاح كتير وألفيز بيجربها قدام التاجر. وبعدها بتروح باركر تقابل جيس، وبيشوفها سوان أبو جيس وبيروح يسلم عليها. وبيظهر إن سوان مش مبسوط من وجود باركر، ومع ذلك بيعزمها على العشاء في بيته. وبالليل باركر بتسهر مع جيس وبيفتكروا ذكرياتهم سوا أيام الجامعة. ولما بينام جيس بتاخد باركر مفتاح مكتبه وبتجري على مركز الشرطة وبتدخل مكتب جيس، وبتفضل تدور في الملفات لحد ما بتلاقي ملف أبوها. فبتطلعه وبتصور كل حاجة موجودة فيه. وتاني يوم باركر بتحضر جنازة أبوها وهي منهارة، وبتفضل باقي اليوم حزينة جدا على فراقه. وبالليل بتروح باركر لبيت سوان وبتتعشى معاه هو وجيس، وبيفضلوا يتكلموا سوا لحد ما بتيجي رسالة لباركر من سبايدر، وبيقول لها سبايدر في الرسالة ان ألفيز موجود في المنجم. فبعدها بتعتذر باركر لسوان وجيس، وبتقول لهم ان هي لازم تمشي لان هي عندها مشوار مهم. وبعدها بتروح باركر على المنجم بسرعة، وهناك بتشوف اتنين من رجالة ألفيز وهم بيحملوا صخور على العربية. واول ما بيدخلوا المنجم بتجري باركر وبتضرب الخنجر في كاوتش العربية علشان تبوظه. وبعدها بتتسلل جوه المنجم من غير ما حد يحس بيها، وبتلاقي ألفيز قاعد على كرسي أبوها. وبتستغرب جدا لما بتلاقي ألفيز بيتعامل كأن المكان ملكه. فبتهجم عليه وبتضربه وبتطلب منه يعترف ان هو اللي قتل أبوها. وساعتها بيجي واحد من رجالة ألفيز وبيرمي صخرة ناحية باركر، ولكن باركر بتلف بسرعة وبتيجي الصخرة في ألفيز. وبعدها بتحط باركر الخنجر على رقبة ألفيز، وبتطلب من المساعد بتاعه ان هو يطلع برا المنجم. فبينفذ كلامها وبيطلع يجري من المنجم بسرعة، لكن باركر بتخرج من المنجم وبتلاقيه اختفى وملهوش اي اثر. وساعتها بيحاول ألفيز ان هو يهرب منها، لكن باركر بتوقعه على الارض وبتحط الخنجر على رقبته. فبيطلب منها ألفيز ان هي تهدى، وبيقول لها ان هو ما قتلش ابوها. وفجأة بتلاقي باركر رجالة ألفيز بيولعوا في الحانة، فبتجري على هناك بسرعة وبتحاول ان هي تمنعهم، لكن النار بتكون مسكت في المكان كله. فبتدخل باركر بسرعة وبتلم حاجتها المهمة، ولما بيهجم عليها واحد من رجالة ألفيز بتضربه وبترميه في النار. وبعدها بتقدر باركر ان هي تخرج من الحانة قبل ما النار تحرقها. وفي الوقت ده ألفيز ورجالته بيركبوا العربية علشان يهربوا، لكنهم ما بيقدروش يهربوا بسبب كاوتش العربية اللي باركر بوظته. فبتهجم عليهم باركر وبتضرب الراجل اللي مع ألفيز وبتفقد الوعي. وبعدها بتمسك ألفيز وبتفضل تضرب فيه، وبتكون عاوزاه يعترف ان هو اللي قتل أبوها، ولكن بيوصل
بيوصل جيس وبيقبض على باركر. وتاني يوم جيس بيتخانق مع ألفز قدام أبوه وبيقول إن هو أسوأ حاجة حصلت لهم في حياتهم. وبيظهر إن جيس عارف إن أخوه بيتاجر في السلاح ولكنه مش قادر ياخد إجراء معاه بسبب أبوه، وده علشان ألفز بيستغل فلوس تجارة السلاح في تمويل حملة أبوه الانتخابية. وبنعرف إن ألفز كان في المنجم لأن في قذائف موجودة تحت الصخور وهو بيحاول يطلعها علشان يباعها لتاجر السلاح اللي هو بيتعامل معاه. وبيظهر إن ألفز وأبوه ليهم يد في موت أبو باركر، ده غير إن سوان كان قصد إن هو يعزم باركر على العشاء علشان ما يخليهاش تشوف ألفز وهو بياخد القذائف من المنجم. وفي اللحظة دي سوان بيزعق لألفز وجيس وبيقول لهم إن باركر عرفت عنهم معلومات خطيرة، فبيوجه سوان كلامه لجيس وبيطلب منه يلاقي طريقة يبعد بيها باركر عن القرية. وبالليل بيكون جيس في مركز الشرطة وبيظهر إن هو محتار ومش عارف يتصرف، ولكنه بيروح لباركر في الزنزانة وبيقول لها إن أبوه لقى مشتري هيشتري الحانة بالأرض اللي حواليها، وبيعرض عليها إن هي تاخد الفلوس وتمشي من القرية، لكن باركر بترفض وبتقوله إن هو متورط مع أبوه وأخوه في تجارة السلاح. وبينصدم جيس لما باركر بتقوله إن كل اللي هم عملوه متسجل على كاميرات المراقبة، فبيقول لها جيس إن الكاميرات مش شغالة، فبتسخر منه وبتقوله إن أبوها ركب كاميرات جديدة من غير ما حد يعرف، وبتعرفه إن هي هتفضحه هو وعيلته وهتسجنهم، فبيتعصب جيس من كلامها وبيسيبها وبيمشي. والتاني يوم بيجي المحامي باركر وبيقابلها، وبعدها بيقعد المحامي مع جيس وبيسأله عن عيلته، لكن جيس بيقوله إن هو ما يعرفش أي حاجة عنهم، وده لأن وقته كله بيقضي في شغله. وساعتها بيعرف المحامي إن هو مش هيقدر ياخد أي معلومة من جيس، فبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح المحامي على المنجم علشان يدور على أي دليل، وبيتفاجئ المحامي ساعتها لما بيلاقي جيس جاي وراه. وفي الوقت ده في مركز الشرطة سوان وألفز بيربطوا باركر وبيعذبوها، وبيكونوا عاوزين يعرفوا منها مكان تسجيلات الكاميرات. وبيوصل جيس وبيفضل واقف وبيكون مش عاجبه اللي بيحصل ولكنه ما بيقدرش يتكلم. ووقتها سوان بيقرب من باركر وبيعرض عليها صفقة وبيطلب منها تسلمهم التسجيلات في مقابل ان هو يعرفها باللي حصل لأبوها، فبتقوله باركر ان التسجيلات موجودة مع صديق ليها. وساعتها جيس بياخد أبوه وبيتكلموا لوحدهم وبينصحه ان هو ما يحكيش اي حاجة لباركر لان ده هيكون في خطر كبير عليهم. وفي اللحظة دي بتستغل باركر انشغالهم وبتطلع بنسة من شعرها وبتحاول تفك نفسها، ولما بيرجع لها سوان بيطلب منها تديله رقم سبايدر علشان يتصل بيه، فبتديله باركر الرقم، ولما سبايدر بيرد عليها بتقوله ان هي موجودة مع عائلة سوان وبتعرفه ان هم بيضربوها وبيعذبوها، فبيتعصب سوان وبيكون عاوز يضربها بالنار ولكن جيس بيمنعه. وفي الوقت ده بتكون باركر قدرت تفك نفسها وبتهجم على سوان وألفز وبتضربهم وبتسيطر عليهم. وبعدها بتهدد جيس وبتطلب منه يدخل الزنزانة هو وأخوه وإلا هتقتل أبوهم، فجيس بينفذ كلامها وبيدخل هو وألفز جوا الزنزانة، فبتقفل باركر عليهم وبتاخد سوان علشان تخرج بيه من المركز، ولكنها بتلاقي ضابط قدامها وبيرفع عليها سلاحه، فبيستغل سوان الفرصة وبيهرب من باركر، فبتهجم باركر على الضابط وبتوقعه على الأرض. وبعدها بتخرج من المركز وبتركب عربية وبتهرب بيها بسرعة، لكن باركر بتكون تعبانة جدا بسبب إصابتها وبتفقد وعيها وهي بتسوق العربية وبتعمل حادثة. وساعتها بيشوفها واحد من المزارعين وبيجري عليها، وفي نفس الوقت ده سبايدر بيتصل على باركر علشان يطمن عليها، وبيكون التليفون مع جيس وبيبعت له رسالة على ان هو باركر وبيطمنه وبيطلب منه ان هو ما يجيش. وفي الوقت ده ألفز بيروح هو واحد من رجالته البيت مايك وبيرفعه عليه السلاح وبيسألوه عن مكان باركر، لكن مايك بيقول لهم ان هو ما يعرفش هي فين، فبيدوروا في البيت لحد ما بيلاقوا دم قدام باب البدروم، ولكن لما بينزلوا مش بيلاقوا اي حاجة. وساعتها ألفز بيطلب من مايك ان هو لو عرف اي معلومة عن باركر يبلغوا بيها على طول. وبعد ما ألفز واللي معاه بيمشوا بيفتح مايك مكان سري في البدروم، وبنشوف باركر نايمة على سرير وام مايك بتعالجها من اصابتها. وبعد شوية وقت بتفوق باركر وبتعرف منهم ان ألفز بيدور عليها، فبتقول لهم باركر ان ألفز وعيلته هم السبب في موت ابوها، وبتعرفهم ان هم بيهربوا الاسلحة من خلال منجم ابوها. وفي مكان تاني بيكون جيس وألفز بيدفنوا جثة المحامي بعد ما جيس قتله في المنجم. وساعتها جيس بيقول لألفز ان هو دور ورا الراجل اللي هو بيبيع له الاسلحة وبيقول ان الشخص ده مجرم وخطير، وبينصحه ان هو يوقف شغله معاه، لكن ألفز بيقول له ان ده ما ينفعش لان هو قبض منه عربون
يطلبون الصفقة، ده غير ان هو المفروض يسلموا الاسلحة من يومين فاتوا. وتاني يوم باركر بتسترد صحتها وبتروح مع مايك لفرانك صديق ابوها وبتاخد منه صندوق مليان اسلحة ومتفجرات. وبالليل سوان بيقابل المجرم اللي هيشتري الاسلحة من ابنه ألفيز وبيكون اسمه جوست، وبيكون جوست متضايق لان ألفيز اتأخر عليهم في تسليم السلاح، وبيطلب من سوان ان هو يرجع له فلوسه اللي هو دفعها لألفيز. فبيقول له سوان ان هم بيواجهوا مشكلة في نقل السلاح وبيطلب منه يديله مهلة يومين، لكن جوست بيتعصب وبيضرب سوان. ولما بيسأله على الفلوس بيقول له ان هو صرفهم في الحملة الانتخابية بتاعته. وبعدها بيعرف جوست من سوان ان ألفيز في المنجم، فبياخد رجالته وبيروحوا على هناك. وبعدها باركر بتروح بيت سوان وبتفضل تدور على سوان لحد ما بتلاقيه قاعد على مكتبه ومربوط في الكرسي. وبعدها بتخرج باركر من عند سوان وبتركب العربية مع مايك اللي بيكون مستنيها قدام البيت. وبتحكي باركر لمايك على اللي هي عرفته من سوان، وبتقول له ان ابوها عارف ان هما بيهربوا الاسلحة عن طريق المنجم، ولما حاول يمنعهم جيس ضربه بالنار وقتله، وقبل ما ابوها يموت فجر قنبلة والسقف انهار عليه. وبتقول باركر ان هي لازم تنتقم لابوها، وساعتها بيكونوا وصلوا للمنجم. وبتشكر باركر مايك على اللي هو عمله معاها، وبتخليه يوعدها ان هو مش هيدخل وراها المنجم نهائي. وبعدها بتودعه وبتاخد الاسلحة وبتدخل للمنجم، وهناك بتشوف الرجالة وهم بينقلوا السلاح، لكنها بتنصدم لما بتلاقي سبايدر بيوصل للمكان وبيسأل عليها. ولما بيحس سبايدر ان في حاجة غلط بتحصل بيكون عاوز يمشي، لكن رجالة جوست بيقبضوا عليه وبيكونوا عاوزين يدخلوا بيه جوا المنجم. فبتتدخل باركر وبتفجر العربية اللي بينقلوا بيها السلاح، وبيستغل سبايدر الفرصة وبيهجم على رجالة جوست وبيضربهم، لكنهم بيتلموا عليه وبيقدروا يمسكوه. وفي اللحظة دي باركر بتدخل المنجم وبتشوف جوست وهو بيهدد ألفيز، وبيكون فاكر ان هو اللي فجر عربية السلاح، لكن ألفيز بيحلف له ان مش هو اللي عمل كده. وبيكون جيس معاهم، ولكن رجال جوست بيكونوا حواليه وعلشان كده ما بيقدرش يساعد اخوه. وبعدها جوست بياخدهم وبيخرجوا بره المنجم وبيبداوا يدوروا على اللي فجر العربية. وبعد ما بيمشوا بتتحرك باركر بهدوء لحد ما بتوصل للمكان اللي بيكون فيه سبايدر، وبتشوف رجال جوست وهم بيضربوه. فبتتحرك باركر بسرعة وبتهجم عليهم وبتشتبك معاهم، وسبايدر بيساعدها في المعركة وبيقدروا ان هم يخلصوا على رجالة جوست. ولكن وهم خارجين بيجي رجالة جوست وبيضربوا عليهم نار، وساعتها سبايدر بيقرر يفجر المكان بالاسلحة اللي فيه. وبعد الانفجار بيدخل جوست للمنجم وبيهجم على باركر، ولكن باركر بتتحرك بسرعة وبتقدر ان هي تخلص عليه. وبعدها بيجي ألفيز وبيهجم على باركر وبيوقعها على الارض، وبيكون على وشك ان هو يقتلها، لكن باركر بتطلع الخنجر وبتطعنه في بطنه. وبعدها بتمسكه وبتطعنه في رقبته وبتموته. وساعتها بتتفاجئ باركر لما بتلاقي مايك وامه داخلين عليها، وبيكون معهم اصحاب ابوها مو وفرانك. فبتقول لهم ان هي مش لاقيه سبايدر وبيفضلوا يدوروا عليه لحد ما بيلاقوه واقع تحت الصخور. وبتتخض باركر عليه، ولكنها بتطمن لما بتلاقيه لسه عايش. وساعتها بتطلب ام مايك من باركر ان هي تروح تكمل مهمتها، وبتعرفها ان هي هتفضل جنب سبايدر وهتخلي بالها منه. فبتاخد باركر مايك واصحاب ابوها وبيمشوا جوه المنجم لحد ما بيلاقوا فتحة معينة بتوصلهم لمخزن الاسلحة اللي تبع الجيش. فبتفهم هنا باركر ان ألفيز كان بيسرق السلاح من الجيش وبيبيعه. وساعتها باركر بتمثل ان هي مصابة، ولما بيشوفها واحد من الجنوب بتقوله ان في حد ضرب عليها نار في النفق. فبيطلب منها ان هي تفضل في مكانها لحد ما ينده لها الدكتور. واول ما الجندي بيمشي بتتحرك باركر وبتفضل تدور على جيس لحد ما بتلاقيه وبتهجم عليه وبتفضل تضرب فيه. وبتقوله ان هي مش متخيلة ان هو ممكن يقتل ابوها. فبيتأثر جيس وبيقول لها ان ابوها كشفهم، وان هو عرض عليه فلوس في مقابل ان هو يسكت وما يبلغش عنهم، ولكن ابوها رفض وعلشان كده هو قتله. وبيقول جيس ان هو ندمان على اللي هو عمله، وفجأة بيزقها بعيد عنه وبيكون ماسك في ايده قنبلة. وبعدها بيسيب القنبلة من ايده وبيفجرها في نفسه. وبعد شهر بتكون باركر مع سبايدر في العربية وبيكونوا راجعين على شغلهم. ووقتها بيتصل مايك على باركر علشان يختار معاها الوان جدران الحانة. وبنعرف هنا ان باركر قررت ان هي ما تبيعش الحانة وتجددها وتخلي مايك هو مديرها. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلمتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف. ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.